ألو، ممكن أكلم سارة؟ أنا سارة، من معاي؟ أنا موسى اللي كلمتك الظهر. إيه هلا، أمرني، بغيت شي؟ ما يأمر عليك عدو. سارة، بدون لف ودوران، أنت مرتبطة؟ شنو؟ يعني شنو مرتبطة؟ هذه ميح كلش. أقصد يعني مرتبطة، مخطوبة. أنا؟ لا، بس ليش هالسؤال؟ بصراحة يا سارة، أنا من أول يوم شفتك وأنا حاس إني معجب فيك وودي أخطبك. تخطبني أنا؟ إيه أخطبك، أبيك تكونين زوجتي. إيش رأيك سارة؟ ما أدري شو أقول لك، كلم أبوي ولا أمي ولا أحد من إخواني. أكيد بيي، وبكلم الوالد والإخوان، بس أنا قلت قبل لا أي لازم أتأكد إنك ما ترفضيني. وليش أرفضك؟ ما أدري، يمكن مرتبطة بأحد تحبين مثلا. أنا ما أحب أحد ولا أعرف أحد. أميت، من قاعد تحاجين؟ ها؟ هذه زبونة تبي خالتي نعيمة. وش فيك مدودها كذي؟ لا يما، أنا مو مدودها ولا شيء، بس خفت خالتي نعيمة تسمعني وأنا أقول للمرأة أنا مو موجودة. حوليشي، هي وينها في؟ عند أبوي بالديوانية، قلت فرصة خلا طير زباينها. والله منتي سهلة يا سويرة، صارت لك دوابير. كان زين معطيها رقم تليفوني، على الأقل إذا فضت ولا شيء يدق علي. تدري شلون؟ خلي أدق عليها وأعطيها رقم تليفوني. ألو ألو ألو، غريب، من علي يدق علينا ويسكت؟ تعشين وياي؟ ويا بعد عمري، أكيد بتعشى معاك. هذه الساعة المباركة اللي شاركت أبوي ناصر بالوجبة. يا زينك، يا حلوة، يا عالية، ويا حلو كلامك. ما يلام حمد استخف عقب ما هديتيه. رهام، قولي لهم ينشبون العشاء. إن شاء الله يدي. شفيكم؟ يبا العود، الصراحة عالية ما تحب تسمع هالسيرة. أي سيرة؟ عزام، وبعدين معك؟ شفيك؟ عادي عادي، هذا يدك حسبة أخوك العود. منو هذا؟ حمد حسبة أخوها العود؟ عزام، شنو اخوك العود؟ سكتي انت، سكتي سكتي سكتي، خلينا انا افهمه. ها، شو تفهمني؟ يبا العود، حمد يانا البيت وهدد عالية اذا فيصل فكر يبيع الاسهم بيذبحه هو يا ولده. شنو؟ حمد بيذبح فيصل وولده؟ الو، وينك انتي؟ كاني جايه بالطريق، ليش الصاير؟ عالية وعزام عندنا بالبيت، وابوي العود رد من المزرعه، والحين بتعشون. وحمد موجود؟ لا مو موجود، بس اخاف يرد باي وقت، وانت تعرفين اخوك حمد يشم ريحه عاليه من 1000 كيلو. حمد عاليه، لا طريت ال... يا هلا حمد، هلا بولدي، الحي عند ذكره. ها قاعدين تتكلمون عني؟ ان شاء الله بس جايبين سيرتي بالخير، ولا قاعدين تحشون فيني؟ بالخير يا ولدي، ما نقول عنك الا كل خير. خير ولا شر، دام عاليه اللي جايبه سيرتي فهذا شيء حلو على قلبي. يلا عزام. عالية وين رايح الله يهداك؟ بروح بيتي يبا. ليش؟ هذا مو بيتك؟ لا، بيتي هو بيت ريلي وولدي.
فيصل عاد ترايل بعيد. حمد عن الغلط. وين الغلط في الكلام اللي قلته؟ فيصل مرحلة ولازم تنتهي من حياتك. بس عاد يا حمد ترى مسختها، مالي حشيمة عندك. آسف يا بوي. يلا عزام، المكان اللي فيه حمد المفروض ما ندشه. ثم الله يبلعود. مال كريم. آسف يا بوي. أنا هذا شلون صرت كذي؟ حمد لازم تفهم. خلاص البنت راحت منك بطريقها واختارت اللي تبي. أدري بوي. أدري إنها راحت مني. لكن هذه مشاعري ما أقدر أتحكم فيها. أنا من أشوفها ما أدري شو يصير فيني. شو يصير فيك؟ رايح لهالبيت تهددها بتذبح رجلها وولدها؟ هذا موضوع ثاني. فيصل منتهى الغباء، يبي يهدم اسمنا ويبيع الأسهم لأبو قتيبة. أنا حذرتك قبل هالمرة من فيصل، وهذا أنت سمعت رد عالي عليك. البنت ما ترضى على رجلها ولا تبي تطلع من شورة. وهذا اللي حاز بنفسي وذابحني. قالب كيانها فوق حدر وقادر إنه يغسل مخه. وما دام إنك تدري إنه قالب كيانها وقاسل مخه، ليش ما تغير طريقتك معه؟ إيش تبين أسوي له وهو يتعامل معاي على إنه واحد من العائلة اللي مستحي على وجهه؟ ما دام إنه رجل عالية وأبو ولدها، غصب علينا بيصير واحد منا وفينا. يخسي لو يسطر 20 ولد من عالية، لا يمكن يكون في يوم من الأيام واحد من عائلة العاصي. بطريقتك هذه بتطير منا الشركة وبصير اسمنا بالحديث. لا تخاف يا بوي. فيصل ما يقدر يبيع الأسهم عقب ما وصل له تهديدي. غلطان يا ولدي. أنت سمعت رد عالية عليك وانكثرت عليها بالدوس، بتبيع الأسهم ولا همها تهديدك ولا همها اسم العائلة. يعني شلون؟ يعني لازم الحكم والعقل. هذا اسمنا اللي تعبنا علشانه سنين وبنين، ما لازم فيصل يلعب فيه. قوة اشمن شيتي، تعالي ايش صاير؟ تعالي وانا فهمت. الحمد لله. صاير انت لو داش البيت وشايفك حمد، اعتقد ان اقل شيء بيسويه يذبحك. ليش؟ انا سويت. ما سويتي شيء، عالية ايه اللي سوت؟ حمد جاف عالية هني. ان بطلت حلجك باللي صار ببيت يدي، لا تلومي الا نفسك. سكتي قاعد تحاكين يا حالة سر كبير. امشي ولا تحاتي، نمشي. السلام عليكم. سلام. هلا. هو فيصل. هلا حبيبتي، وينكم في؟ معك وكنا بيت ابوي العود. عبي ناصر شلونه؟ زين الحمد لله. تبي عشاء ولا تعشيت برا؟ سمعيني علوي، اذا رايلك متعشي برا حطي لي انا عشاء، لان دخلت حمد علي انه خربت العشاء كله. حمد كان هناك؟ ايه، بس من دش علينا الصالة أشرت حق عزام وقمنا. تدري مالي خلق أشوف وجهه عقب هذيك السالفة. إيه لا لا، زين سويتي، لو قاعدة كان قاطع عليك كم حج وتغثج. وهو إيش دعوة قصر؟ قط علينا حجي إلى معيس. إيش قال؟ ما قال شيء، سالفة كل يوم، سالفة الأسهم والبيع وبقتيبة. يلا عزام، ما تبي تعشى؟ قم بدل ثيابك. وش حاجة بدل؟ بتعشى في دوم مرة تطلعة. إيش فيك عليه؟ ياهل خايف يوصق هدومه بالأكل. ما شاء الله عليها، ريال قاعد مقعد. اي والله، وانت الصاج على بالها ياهل. ايه هلامك، من عليه تأشرد؟ هذه عاليو قاعد تأشرد تهددني، حسبالها بخاف. علي عزام، اللي بغت الشيء تسويه حتى لو غلط. وش دعوه انا قاعد اطيعها الحين؟ المهم روان، شو اخبارها؟ ما شفتها. ليش؟ شعرفني. الظاهر ان يوم درت اني انا موجود انخشت. تشلك فيها دامه هي ما تبيك؟ احبها،
احس كل ما اشوفها قلبي يدق. تحبها لانك ما شفت بنت غيرها. انت بس لو تطلع وتروح تشوف الناس كان لقيت ألف بنت احسن منها. صدق عاد درهام تقولي نفس الحكي. شفت ان كلامي صحيح يا عزام؟ كاين لك انا. يلا العشاء زاهد. يا العشاء هذا سريع يكون عشان اخو بزرقي بس. ايش حاجه تضحك؟ اضحك على عالية راحت ذهبت العشاء بسرعة تخاف اطول وياك واخر كل الحكي اللي صار بيت ابوي العود. عزام ايش فيش عالية؟ شو اللي صار بيت يدك شو خايفة اعرفه؟ ما صار شيء غير اللي قلت لك اياه بس عزام وسخافته. الله الحين انا صرت سخيف؟ سخيف ونص. يلا يلا فيصل خنت عشاء ما عليك مني. يلا زين يا عالية هذي زاي ان انا ما قلت حق فيصل ايش قال عنه حمد. ما حد يرد. ما ادري وين راحت بس ما عليه باكر اروح لها بنفسي البيت واعطيها الرقم. بصراحة يا سارة أنا من أول يوم شفتك وأنا حاس إني معجب فيك ودي أخطبك. سارة شنش قاعدة بروحك؟ ها؟ تعبانة شوي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شفيش ما في شيء شاي ديما بس دايخة شوي. أخلي واحد من إخوانك يوديك الطبيب؟ لا يما على شنو اقولك زايخه شوي. تدرين اليوم تعبت وايد في البيت. لا تنسين اني واقفه على ريولي ساعتين اغسل الهدوم. خلاص ان شاء الله من باكر انا علي الطباخ وغسل المواعين وانتي بس عليك الحمام وغسل الهدوم. ليش عادي يما؟ انتي تدرين ان شغل البيت يسليني الطباخ والغسال يضيعون وقتي. اي والله صدقتي القعده في البيت تمل. شغل المطبخ هو احسن شيء يسلي الواحد. انا ان شاء الله اللي طلعنا بيت بروحنا بدور لي بعد شغلة برا أشتغل منها أساعد في أجار البيت ومنها أقصر الوقت علي. وأنا يما؟ وأنت شنو؟ بشتغل معك. بتشتغلين ببيت رايلك إن شاء الله. دام حاط السماعة بدنا ما سوى شيء ولا فكر بشيء بعد. ما ادري صاير الولد هاليوم وين هذا صاير له بعد شبعان مو محتاج مثلنا. موسى موسى ايش تبي؟ صك التليفون ابيك. اوف ترى ايش فيكم؟ لحظه شوي هلا عمري اعطيني بس خمس دقائق وارجع اوكي بس خلينا نشوف شيب يا اخي. يلا باي حبيبي ما على شنو خير عندك؟ ابي فلوس بنطلع من بيتنا. البيت الجديد محتاج مصاريف. كم تبي؟ شنو كم تبي؟ انا جاي اتسلف منك. عندك بضاعه بالمخزن خلينا نشوف لها بيع ونتقاسم بالفلوس. ايش رايكم الجمعه نبسط فيهم بالسوق وما اظن الشرطه راح تدور عليهم لان صارنا مده من بقناهم. خوش كلام. اسمع مشاعر انت وفليح وكتكوت تاخذون البضاعة وتبسطون فيها بالسوق. أما أنا وباقي الشباب بنراقب لكم المكان. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. سم طال عمرك. شلون اخوك؟ الحمد لله عمي زين.
سجل محل سكرتاري اي؟ اي نعم امس سجلته واليوم بيداوم كلها شهر باذن الله يا عمي وتلقاه احسن سكرتير. تعرف عصام سكرتير فيصل؟ اي نعم اعرفه. بعين اخوك بداله. ليش عمي؟ وهو بيستقيل؟ لا احنا بنفنشه. ليش عمي؟ مسكين شو مسوي؟ هذا مبين عليه طيب مو راعي مشاكل. خلاص حيل دام انه طيب مو راعي مشاكل حرام الفنشه ما في داعي. وخلي اخوك ينطر لين ما يفضى عندنا مكان ونعينه فيه. يعني على الاقل اخوك يبي له سنتين يعني كلش 3 سنين. الله 3 سنين وايد عمي. والله انا اقول يعني تفنيش عصام وايد احسن. الحين فهمتني. تفنيش عصام معناته توظيف اخوك. واذا ما تفنش عصام معناته ان اخوك ما راح يتوظف. اي بس حرام عمي هذه فيها قطع ارزاق. بو عسم وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. دام ان الدنيا تؤخذ غلابة عيل خلاص يتفنش عصام ويتعين عطش بداله. تعجبني اليوم مطالع اعتبر هذه مهمتك اذا تبي اخوك يتوظف. مهمتي يعني؟ ما فهمت تقصد عمي. يعني شوف لك سالفة وطريقة تورط فيها عصام ويتفنش. اشوف لي سالفة اورط فيها عصام شلون عمي؟ انا اقول لك شلون. انا يا ابو عسم اقول لك شلون تورط عصام وانا اللي اعتبرك فاهم وعارف كل شيء بالشركة. نعم وينو في؟ اي زين لا طلع ابو عسم خلهم يتفضلون. ابو عسم يا جماعة الحين جاييني اخر دوام ابيك تمرني وتعلمني ايش سويت سالفة عصام مفهوم؟ ان شاء الله عمي تامر امر. ما يصير اخر الدوام الا وخطة تفنيش عصام جاهزة وتنطر اوامرك. كفو كفو والله تعجبني قول وفعل. حياكم تفضلوا 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 والبيت بيتكم. استريحوا استريح حياكم الله. عن اذنكم بس شوية دقيقة واحدة. سارة سويلة سويرة ما تسمعيني وانا ناديك؟ اسمعك. دام انك سمعتيني ليش ما تردين؟ مالي خلق بلاعي متعورني ويعت يدي. ان شاء الله من متى تعلمتي تراددين يا بنت نويرة؟ لو سمحت انا ما اسمح لك تغلطين على امي. الله والام والله طلع لك لسان يا سويرة. خلصين ايش تبين؟ امي وينها؟ امي فوق. روحي قولي لها اكو ناس عندي يبي يشوفون الطابق الفوقي. روحي خل تضف الدور وسنعهم. شحقه؟ وانتي شاكو؟ ليه قلت لك شيء لا تقولي لي ولا تراددينش شحقه ما حقه. روحي خل تشيل دثرتكم اللي فوق يلا. قطع مقيته مثل امها. نشوف المسعده ايش طابخه لنا اليوم. ما بقى كركم ما حطته اصفر مدردع كنا ويهها. هيا ايش عندها غايبه الناس راويهم الدور الثاني؟ ما ادري خاف بتاجره. يمكن يما ليش لا لا تستبعدين شيء على نعموه. وابوك ليش ما يخانقها؟ ابوي من امته يدري عن شيء. انت صادقه يا بنيتي جليل الحياه يطردنا من البيت علشان ياجره؟ خل هالغبر عنك واسمعني ايش بقول لك. زين ايش حقك كتينه؟ يا هذا بفلوس مو ببلاش. بفكك منه. تفكيني منه انت كتينه؟ شان قلتي لي لا تشرب الحين وانا مستعد اشرب بعد شوي. يا سلام كون يعني قايل شيء في خير ما منك فايده. زين عالمين الحين بالله ايش تبين ايش تبين؟ لقيت مؤجرين للطابق الفوقي. نوره وعيالها طلعوا؟ لا بس خلاص ما باقي شيء ويطلعون. عاد انا قلت خلنا استغل هالفرصه هذه واسوي سلم خارجي علشان المؤجرين يصير لهم مدخل بروحهم. زين وكم اجرتي الدور؟
250 دينار. نايمة لا تشذبين علي، قولي الصج، كم أجرت الدور؟ هذا الصج، واحمد ربك إنه جابها السعر. هالأيام العمارات فاضية، مي لاقي أحد يأجرها. زين الفلوس وينهم؟ أي فلوس؟ أي فلوس بعد؟ مقدم الأجار. مقدم الأجار بسوي فيه السلم ويا الله يكفي بعد. ولين عزة الله فلسنا ما قبضنا شيء. هلا طلعت نويرة وعيالها بتشوف الخير. وقول عاد نعيمة ما قالت. يو عسم، هذا انت؟ خير يا ابو عسم عشر. لو سمحت لا تكلمني خير شيخ. ليش بس صار؟ تبوك سيارة وتورطني وتقول صار؟ والله لما ابوك خرب علينا السالفة كان ما حد درى عنه. حلوة هذه، يعني تبي ابوي يدري انك باقي سيارة ويسكت؟ ايه يسكت، ليش ما يسكت؟ اصلا مو بايقها، متسلفها بس. شلون بالله تسلفتها فهمني؟ كنت محتاج السيارة، تسلفتها عشان اروح فيها سينما وناوي اردها، بس ابوك خرب علينا كل شيء الله يهداه. يوسف لو سمحت فتش عني احسن لك، مالي خلق مشاكل، ابوي لو شافني انا وياك بقطنا المخفق. في ابوك تسخف كذي؟ لو سمحت لا تغلط على ابوي. والله من اللي غلط فينا انا ولا ابوك اللي فضحنا قدام العالم. تستاهل، زين يسوي فيك. استاهل لاني مشيتك وديتك السينما وعشيتك على حسابي بعد؟ عشيتني بفلوس حرام يا يوسف. احترم نفسك عاد، ترى اعطيتك وايد ترى. انت احترم نفسك ولا تغلط على ابوي. والله انا محترم نفسي قبل لا تشوف وجهك التعبان. تعبان؟ بس اختي اشوف. اوه مصخت عليك، لا تفلق معك ابوك. اسمعني يا مصخت. ايه 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 الو 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 شو السالفه؟ عليها ما يتصلون يسكوني. تهني جيت اشوف اذا تبيني احط لك الغداء ولا لا. اخوانك يا مش على نايم وفواز تو واصل. يلا عينك بالغداء، خلا قاعد مش على نادي فواز. إن شاء الله يما. يلا حدك. ألو؟ ها؟ إعلان عن بيع جناط شبه أصلية بالجريدة؟ إيه لحظة شوي. هذه أكيد من زباين خالتي نعيمة، بس هين أوريها. ألو أختي، ما عندنا أحد يبيع جناط هني. الرقم صح بس الظاهر منزلينه غلط. حياك الله. هين إن ما نحشت كل الزباين اللي عندها ما أكون أنا سويرة. ألو سارة، توينج؟ عيست وأنا أتصل فيك، ليش ما تردين علي؟ شو أسوي، ظروفي ما تسمح. إنزين سمعيني، سجلي عندك هذا رقم تليفوني، إذا شفتي نفسك فاضية وما عندك أحد دقي علي، أنا ناطرك. ما عندي قلم. قول كم سويرة؟ من تحاكين؟ داقين غلط. داقين غلط ولا زباين يسألون عني وبتنحشينهم يا بنت نويرة؟ قلت لك داقين غلط. يا هذا اليوم ألامها علي كلها تحاكيني بنزر. مقيولة، لو بقيت تغرب خرب. ألو بل، من وين طلعت لي هالذيبة؟ ويعت أبوي صك بويهي جليل الحياة. هذيل هالأيام مش فيهم، ما مهنتهم إلا بس يزعجون الناس. ما شيء جزء ما أحبه. إن شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام. هنهم هنهم هنهم. يه 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 أهلاً يا قعد. هلا 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 والله مسعود. ها؟ نجيب لك الغداء؟ يا لا دام مسعود قاعد يتغدى نتغدى وياه. شو
الحمد لله. هذه وعافية. إنك طلب الإمام طاعة الرحمن يبقى. يا أبوك يا حمد. خيري بقى. لا قسلت ديك لا تنام، تعال بيك. إن شاء الله عامكم. علي أمس إيش قال لكم حمد لما شفتوه عند أبوك العود؟ ها؟ ما قال شيء. ليش تسأل؟ ما أدري. من طريقتك أنت وعزام أمس حسيت إنه قايل عني شيء بس ما تبي تضايقيني. ماكو شيء مهم. سالفة كل يوم الأسهم والبيع والحكي اللي أنت عارفه. يا علي أنا لما تزوجتك ما كنت أدري إن حمد يحبك وفي اتباع زواج بينكم. أول شيء حمد ما يحبني، ما كان بيننا أي اتفاق، بس سوالف الأهل، حمد العالية وعالية الحمد، ماكو شيء أكثر من كذي. بس حمد يقول شيء ثاني. إيش قال حمد؟ مو مهم إيش قال، المهم يا عالية إنك أنت الحين زوجتي وأم ولدي، ما علي من أي كلام يقوله، وما يهمني الماضي مهما كان. بس هذا ما يمنعني ماني قادر أتحمل سخافة ولد عمك زيادة. إيش تقصد؟ اقصد يا عاليه من اليوم رايح ماكو روحه حق بيت يدك علشان ما تشوفين حمد هناك. اي بس يا فيصل انا اروح هناك عشان ازور ابوي العود. ابوك العود اذا بيزورك هني حياه الله، العين اوسع له من المكان، لكن مساله انك تروحين هناك هذا اللي انا ما ابيه. بس كذي ابوي خاف يزعل. وانا زعلي مو مهم؟ فيصل انت ايش فيك اليوم؟ قلت لك مليت وزهقت من سخافه ولد عمك وما عندي استعداد اتحمل زياده. خلط علي سكت ناله، حقرني قدام مجلس الإدارة قلنا ما يخالف ابلعها، لكن توصل في الجرأة إنه يتحرش بمرتي؟ لا، هذا اللي لا يمكن أسكت عنه. الحمد لله يا ربي، حسبي الله عليك يا حمد كانك سبب كل هالمشاكل اللي أنا فيها. الحين أنا صرت سبب كل المشاكل؟ ما قلت لك هالحكي، لكن سوالفك اللي تسويها العالية ما حد يرضى فيها، كل شيء لحد يبوك. باكر الشيء يزيد عن حده وعالية تقول حق رايلها سوالفك والحكي اللي تقطع عليها. يا عيب الله يهديك، بس ترى وايد وايد قاعد تحسب حساب حق هالتعبان وقاعد تداري وتاخذ بخاطره. فيصل رجل عالية وابو ولدها، وسوالفك البطالية هذه تخليها تتمسك فيه اكثر واكثر، وانا خايف. سأل الله يستر من اللي جاي. شو بيصير يعني؟ ما ادري ايش بيصير يا ولدي، لكن من قام يهدد ببيع الأسهم وأنا حاط إيدي على قلبي. يخسي وغلاتك يبا ما يتجرأ يسويها. فيصل ما هو بسهل يا حمد يا ولدي، لا تستهين فيه زيادة، مثل ما تمكن من ولدي عبد العزيز وخلاه يحطه مدير للشركة وزوجة بنته، لا تستبعد النباتر اللي في كل أعضاء مجلس الإدارة ويحطهم حد رباطه ويقلب عليك. ما يقدرون، حصتك وحصتي وحصة خواتي من قيمة الأسهم يشكلون الأغلبية، حتى لو نفذ التعبان تهديده وباع الأسهم هم بنملك 55% من قيمة الأسهم. لو باع فيصل أسهم عالية وعزام لأبو قتيبة يصير الفرق بيننا وبينهم بسيط، ويقدرون وقتها يلفون راس مساعد ويبيع لهم أسهمه، ساعتها بيصيرون أغلبية ويطيح اسمنا بالقاع بالحضيض. تقى مساعد يسويها؟ مساعد لو يدفعوا له زيادة يبيع نفسه مو بس الأسهم. والحل؟ الحل يا ولدي من البارح وأنا أفكر في الحل، ولقيت أنه ما قدامنا إلا عزام. عزام خاتم صبيع فيصل، ما يشك خيط ببرة إلا بمره. عزام يحب روان وخاطره فيها من زمان، ولو نزوجها إياه يسحب الوكالة من فيصل ويعطيك إياها، ولا على الأقل صير قدام عينه الوكالة بيده وما يقدر أحد يتصرف إلا بمره. هو طلبها منك؟ لا ما طلبها، ولو تبي يطلبها الحين ما عنده مانع، المهم روان توافق ونزوجها ونرتاح ونخلص من هالسالفة مولية. أنا ما أبي واحد عقب هالعمر يجي مثل فيصل ويضيع سمنه. يخسي مو ناقصنا لها التعبان هذا. إذا رد على روان خلي علي أنا.
يبا مالك شغل فيها أبرار، يعني انتي ما تعرفين شذا وملاقتها؟ لا يبا السالفة أصلا من الأول للآخر كلها كذب بكذب. روان؟ نعم. من قاعد تكلمين؟ قاعد احكي فيش في ابرار. زين صك التليفون تعال لك. ايه ان شاء الله. الو ابرار اكلمك بعد شوي. ما ادري حمد اخوي ما ادري ايش يبي. يلا خلي اشوف ايش عنده وادق عليك. باي. نعم حمد. اقول روان عزام خطبك من ابوي العود، ايش رايك؟ عزام؟ انا اتزوج عزام؟ ايش في عزام؟ ولد عمك ويحبك واحسن لك من غريب. عزام؟ ايش في عزام؟ ما في شيء، بس عزام مو هو الشخص اللي انا ممكن اتزوجه. نعم؟ شنو يعني مو هو الشخص اللي ممكن تزوجيني؟ يا حمد، يا حمد انت ما تعرف عزام. عزام اصلا انسان تافه وبليد وما عنده اي هدف بالحياه. خلاص لا خذيتي اكيد بتغير. حمد ايش قاعد تقول الله يهداك؟ شنو اللي خذيتي؟ اصلا لا يمكن اتزوجه. شنو؟ روانو لا يكون شايفتك شوفه ثانيه؟ لا ثانيه ولا ثالثه. انا لو خلت الديره من الرياي لا يمكن اتزوج عزام. ريهاما بسم الله الرحمن الرحيم خلعتيني؟ حسبالي حمد ما تعرفين ترى احنا حيلك تحت حيل؟ من قاعد تحكي؟ ربعي. وعزامه وياهم؟ لا عزامه هالحزه نايم. زين يا ريتك اذا كلمتيه تفهمينه انه يشيلني من مخه، وان لو خلت الديره هذه كلها من الريايل هم ما راح اخذه. ليش؟ شو السالفه؟ ايش صاير؟ الاخ عزام خطبني. صدق؟ يلا على البركه، واخيرا راح اصير خاله. الله لا يبارك لا فيك ولا فيه. وبعدين تعالي انت اذا عزاموه عاجبك وايد، ليش ما تاخذينه وتفكيني منه؟ طع هذه؟ ايش دعوه ما قلت له؟ بس قال ان انا وايد صغيره عليه، ويعتبرني مثل اخته، وبعدين عزام ما يحبك انتي، ما يحبني انا. وانا ما احبه ولا اواطنه ولا راح اتزوجه، ويا ريتك تقولي له هالحكي ان زواجي منه مستحيل. شو السالفه؟ شلون عزام يخطب روان وما يقول لي؟ الو الو عزام رد علي. ظهر قط السماعه. يا الله على هالولد ايش كثر احب النوم. يبا ناصر. ايوه. انت نايم؟ انا اسف اني قعدتك. انا اصلا ما كنت نايم، كسر النعاس. زين اقول يبا يا ليت كلم عزام علشان يخطب روان رسمي، اخاف يطلع ما يبيها بعدين متورط. ايه اسمع، عزام ما يبي روان الا يبيها ويبي القاع اللي تدوس عليها. خلاص عيل خلي يتقدم ويخطبها رسمي ونفتك من السالفه هذه بسرعه ونفتك من تهديد بصيل. كلمت روان؟ اي كلمتها وهيأت الموضوع. عاد الباجي عليك يا ابوي. وش قالت لك؟ ايش تبي تقول يعني؟ بتقول لا واحنا موافقين؟ أشوى يا وليدي طمنتني، أنا كنت خايف ترفضه. وإذا رفضته تقب نطيحه. زواج عزام من روان صار شيء أكبر من رفضها. المهم يا يبا أنه يتقدم ويخطبها رسمي ونخلص من هالسالفة. أفع عليك، أنا الليلة هناديه عندي وكلمة. ألو هلا يدي عزام أظن قعد الحين اشوفه وخليه يكلمك. انت في البيت؟ ايك ضروري؟ اي عسى ما شربه. خير خير ان شاء الله. اقول له مع السلامه. ابوي ايش يبي بعزام؟ لا يكون بخصوص سالفه الاسهم. انا هذه السالفه ما ادري ايش راح تنتهي عليه. الله يستر. لا حول الله يا ربي هذا ما ادري متى بيقوم.
عزام. عزام قوم ابوي العود يبيك، قوم قوم. وين فيه؟ في بيته. خلاص لا وصل قاعديني. عزام قوم ابوي العود ما راح يهني، يبيك تروح للبيت، قوم. اف يا كرهج يا كرهج عاد، اف روحي قولي له نايم ولا ما قاعد لما الحين. يا بردك ابوي العود يبيك ضروري، قوم. شو السالفه؟ قوم اخكاني. ها ها قعد قعد. يلا قوم قدامي عشان تطمن انك قعد. زين زين زين. يلا. انت وين قاعد ادور عليك؟ ايش فيكم الصاير؟ انت تدوريني ابوي العود يدورني، ايش فيكم؟ ابوي العود قاعد يدورك؟ اكيد علشان يقولك انا وين رفضت. شو رفضت؟ شنو شو رفضت؟ رفضت الخطبة. خطبة؟ روان مخطوبة؟ روان مخطوبة؟ ايه تشفيك، مو انت اللي خطبت روان من حمد؟ انا؟ لا. اذا انت ما خطبتها عيال شو السالفة؟ ايش عرفني؟ تسأليني انا شو السالفة؟ الظاهر السالفة اكبر مني ومنك. انت مو تقول ابوي العادي بك ضروري؟ ايه. اوكي انت روح لشوف ايش يبي، ولا خلاص دق عليه قول لي شو اللي صار بالضبط. ابوك العود وينه؟ داره. خلاص الحين اروح له واعرف السالفه. يا برود اعصابك تفضل. عزام ما خطبني؟ عيل حمد ليش يقول انه خطبني؟ ما ادري، لكن بعد شوي لا طالع عزام من عند ابوي العود بعرف لك من السالفه كلها. امري بالعود. ايش رايك بروان؟ روان؟ ايش فيها؟ ايش رايك اخطب لك اياها؟ كان زين. كفو والله يا ولدي كفو، خل دهننا بمكبتنا وبنتنا لولدنا. مو هذا كلامي، بس اخاف روان ترفض. معصي ترفض؟ لا ما ترفض اللي حنا نرضى فيه. يبا العود متاكد؟ يح شلون متاكد؟ متاكد ونص. بس كنا ريهام تو من الساعه تقول ان روان من موافقه. ريهام تقول هالحكي؟ إيه توها قايلت لي. والله تبي الصج يا ولدي، أنا ما أخذت رايها، حمد ولد عمك كلمها وقالت موافقة. أحلف وناسة. بس 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 شو تسوي؟ يذب. أفا يذب العلم. لا يا أبوك، اليباب للحريم مو للرجاجيل. يبا العلم شو أسوي؟ أنا شفتهم بالأفلام، إيه أبوك ولا صار عندهم عز، قلت أسوي مثلهم. لا يا أبوك لا لا تيذب، معصي. الباب للحريم مثل ما قلت لك مو للرجاجيل. الرجاجيل شو يسوون؟ ها قلت الرجاجيل شو يسوون؟ الرجاجيل يعرضون. يعرضون؟ اي شو يعرضون؟ انا اقول لك يعرضون عرضه، يقولون مثلا او يا مال اشرار